خبرنا شو قصة التقليد بتحب يعني هالموهبة يعني اللي بدأت عندك وانا صغير كنت بقلد المدرسين وبعدين قلد صحابي نعم بعدين بدأت أغني بقى احتكاكي بالفنانين الزملاء يعني فبقيت أقلدهم هم كمان ايوه طب مين عبالك تقلد من الشخصيات اللي اكيد بتحب تقلدها طب خلاص هقلد حد بس مش هقول لكم اسمه مصطفى قمر ماشي مش هقول لكم اسمه يا الله خدي بالك انا بقلدهم بحب يعني انا أكيد. بحبهم وكلهم صحابي وبقلدهم اكيد قدامهم وبنوجه لهم تحيه كمان يعني وبجيب لهم تحيه كبيره يا حبيبي يا يا مش مايك وأمانة يا بيه تقول له يا بيه أمانة يلا سوا 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 نسيني حبيبي يا بيه فكريني يا بيه فكريني يا بيه ولا نسيني يلا وأمانة يا بيه تقول له يا بيه حبيبي درش مصطفى قمر حبيب تحية كبيرة له أكيد وبحب كل أغانيه نعم اسمع له زقفة كبيرة يا جماعة هيك بس قلدت لنا شخص واحد يعني ورضيتنا فيه هلا لا بدنا بعد حدا طيب خش على الممثلين بقى مثلا ده كلام مش هقول لكم اسمه برضه هاني سلام يا الله تمام احنا مثلنا مع بعض في حالة حب حبيبي هاني وباركت له على مسلسله الاخير الداعية كان رائع جدا يعني ربنا يكرمه يا رب ودايما من نجاح لنجاح كان في فيلم تقريبا كان فيلم كانت نبيله عبيد تقريبا الاستاذه الكبيره الجميله يعني تقول له ايه اللي عاجبك في مصر في حوار كده قال لها انا اخترت اكون مصري هعيش واتدفن في ارض مصر انت مالك انت بالموضوع ده بفيلم الاخر هيدا انا بحبك بجد وانا بموت بحبك فيك بحبك انت كمان مين تاني؟ مين بعد بدك تقلد لنا؟ ممكن بهاء سلطان برضه مش هقول اسمه خلاص اتفق بهاء احنا في شركه واحده وكده فبنبقى قاعدين مع بعض كتير بهاء عنده لازمه كده يعني هو بيغني ممكن يشرح حاجه ملهاش دعوه بالكلام اللي بيتقال خالص يعني مثلا يا حبيبي عمرنا ما قلبي يجري وانت فاكر يا الله يا هو دايما يعني مره كنت في فرح مع بهاء وكان بيغني فهو يعني انا فاكره مثلا بيشاور لي على حاجه فانا كل شويه اتبعت معاه ابتدي ده العادي قال لي الحياه والدنيا ضحكت لي معاك اي شرح حبيبي يا بوب عملنا اغنيه قوم واقف انت بتكلمني كلامي ولحني او يعني يا دي كانت تاني اغنيه عملتها له كنت عامل لبهاء اغنيه برضه قبل كده كلام ولحن تقول فضلت حايله بس وقوم واقف انت بتكلمني بعدها وما شاء الله نجحت جدا وربنا يكرمه يا رب من نجاح لنجاح ممكن حته كده برضه ايه استاذ عادل امام مثلا سقف يا جماعه لعادل امام مثلا ايه يقول لك تعبان انا ايه اللي ادبك على ابوك يا سلطان يعني كده حاجة شو رأيك بين بنات زمان وبنات جيل اليوم؟ بنات زمان يعني أقول لك حاجة هو الجيل الجميل جديد رقيق شوية يعني لا رقيقه يعني زمان مثلا كانت الست او البنت تخش تطبخ مثلا
وبتقطع لحمه ولا حاجه مثلا، ممكن صباعها يتقطع عادي من اللحمه، بتكمل الاكل عادي وتستحمل. دلوقتي لو بتفتح كان اي حاجه ساقعه ولا حاجه تتعور، تكتب على الفيسبوك ايه انا شفت الموت بعناي. تامر. فيعني يعني انت كده شوية. يعني انت مع بنات جيل القديم؟ لا يعني هو كل حاجه وليها وقتها. بس يعني بصي ما شاء الله امارات هم حلوين.